سلام ونعمة ليك ولجميع العاملين معك في الخدمة، والرب يعوض تعب محبتك للجميع. بيقول في الفترة الأخيرة انتشر المتسولين، يعني الشحاتين جوه الكنائس، وبتقول هنا يعني في كل مرة أذهب لحضور القداس ألاقي اللي تحكي لي قصة بهدف إني أعطيها مال، وأجد إن كل شخص بينادوا عليه عشان ياخدوا منه فلوس، والطريقة دي منتشرة داخل البطرخانة. طبعا أنا كنت بدي الناس دي في الأول تنفيذا لقول السيد المسيح إن كل اللي سألك اديله، لكن اتضح لي ان دول بيدخلوا الكنايس علشان ياخدوا فلوس من الناس، وبناء عليه انا حسيت انهم غير مستحقين وما بقتش اديهم حاجة. هم بيستغلوا الناس اللي داخلين الكنيسة، فهل انا مخطئ لعدم التزامي بوصية السيد المسيح كل من سألك فاعطيه؟ وهل أي حد يسألني سواء محتاج أو غير محتاج أديله؟ أرجو الرد. شوف اللي احنا بنعرفه إن اللي عايش مع ربنا لا يمكن يحتاج، والبيت اللي فيه مخافة المسيح لا يمكن يحتاج. والحق الكتاب بيقول كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. كنت فتى وقد شخت، ما شفتش عيلة بتشحت، ذرية تلتمس خبزا، وما شفتش إنسان مسيحي محتاج، وما شفتش إنسان مسيحي الرب تخلى عنه. أمال المحتاجين دول واللي مالين الكنائس دول إيه؟ ده بيحكوا قصص كتير على دول، قصص كتير. يعني مرة حكولي في كنيسة معينة بيقولوا احنا ادينا فلانة دي 3000 جنيه عشان هتجيب شقة، واتضح ان عندها 3 شقق وهتجيب الشقة الرابعة. حرفة ومهنة ووظيفة، بس وظيفة غير شريفة، غير شريفة. اما الانسان المتكل على الهه ممكن وهو بابه مقفول يخبطوا عليه ويدوله اللي هو بيطلبه. يعني إنسان محتاج لجنيه تلاقي ربنا يخبط على بابه ويديله الجنيه. ده اللي نعرفه في المسيحية الحقيقية. ويوم الإنسان ما يشبع بربنا هيعمل معها رب معجزات، إنما الإنسان اللي مش شبعان ما ربنا هيفضل يشحت 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 ويموت وهو شحت. الناس دي محتاجة تتوب، محتاجة تتوب. أما عن أنت اللي بتدي أو أنت اللي بتدي زي ما يرشدك ربنا. عن رأي واحد من الأباء المباركين قال لي أنا عشان أعيش الوصية من سألك فاعطه، ده من مدة طويلة يعني، قال لي مخلي في جيبي جنيهات فكة، كان الجنيه ورق جنيهات فكة، كل يسألني أدي له جنيه أدي له جنيه أدي له، أديني بدي، أهي الوصية بتقول كده.